بيكم أصدقائي الأعزاء، ابتسامة جميلة وإرادة قوية تتحدى صديقتنا الجميلة الأعاقة. صديقتنا الجميلة لديها بدر هي أحد الساقين، باستخدام عكازاتنا للمعلم تغرس صديقتنا الجميلة للحياة وإرادة قوية تتحدى الأعاقة وتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. صديقتنا الجميلة نموذج كل متحدي الأعاقة، قوة إرادتها وعزيمتها وإصرارها على النجاح قدرت تثبت إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس الجسد، وإن مهما واجه أصدقائنا من سوء الإرادة من إعاقات وتحديات قوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها وقادرين على وقادرين على كسر كل القيود اللي فرضتها عليها الأعاقة.